بحث وزير البترول كريم بدوي مع رئيس حكومة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات الشيخ محمد سعيد، بحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وخلال اللقاء أكد وزير البترول على تمتع البلدين ببنية تحتية متطورة، خاصة في مجالات تخزين وتداول البترول والمنتجات البترولية. ولفت بدوي إلى أن هناك توسعات جديدة جرى تنفيذها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط، وأيضا هناك إمكانية للتعاون والتكامل ما بين البلدين للاستفادة من تلك التسهيلات والبنية التحتية في هذه المجالات.